لغة الأرقام نقول يعني التقسيم تقريبا تاع 90,000 وحدة سكنية عبر التراب الوطني، يعني تقريبا كل الولايات نعطي أمثلة، الجلفة 7,000 وحدة سكنية، الغواط 4,000 وحدة سكنية، تلمسان 1,100 وحدة سكنية، شفنا الآن ورقلة اللي تقريبا تاني 1,000 وحدة سكنية. كل الولايات يعني عندها الحصة تاعها من توزيع 90,000 وحدة سكنية. ماشيين في تطبيق خطة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون انه اللي كان ننطلق في انجاز 1,000,000 وحدة سكنية من 2020 2024، في سنة 2020 2021 انطلقنا في عدة مشاريع. في القانون المالية الأخير تاع سنة 2022 15,000 وحدة سكنية ستنطلق في صيغة عدل، تقريبا أكثر 100,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عمومي إيجاري أو البناء الريفي، يعني كل الصيغ موجودة في المشاريع التي راح نمشي ننطلق فيها إن شاء الله بداية من سنة 2022.